السلام عليكم، معكم المعلمة ريم مخلوف من أكاديمية الميقات الإسلامية. اليوم درسنا عن مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم. إذا سأبدأ أولا بقراءة القصيدة مولد الهادي محمد صلى الله عليه وسلم للشاعرة روحية القليني. هزت الذكرى قلوب المسلمين يوم ميلادك فخر المرسلين، دينك السمح على الحب أتى يمسح الآلام عن قلب حزين. أنصف المسكين من أهل الغنى وتولى بالثواب الصابرين، باليتامى أمر الرفق بهم وحرام مالهم للطامعين. ورث البنت وأعطى حقها مثلما أعطى حقوقا للبنين. يا رسول الله يا نور الهدى يا ملاذ الأنقياء المخلصين، يا شفيعا يأذن الله له يوم لا ينفع مال أو بنون. مولد الهادي له في خاطري أروع الذكرى وفي الذكرى حنين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تتحدث بالبداية هذه القصيدة عن ولادة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، عن الأثر الذي أحدثه في الكون وفي قلوب المسلمين. ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في 12 ربيع الأول من عام الفيل. كتبت الشاعرة روحية القليني، وهي شاعرة مصرية، هذه القصيدة. هزت الذكرى قلوب المسلمين، هزت أي حركت. يوم ميلادك فخر المرسلين، خير المرسلين أو فخر المرسلين هو أفضل الرسل. إذا معنى البيت الأول، تقول الشاعرة أي رويحة القليني أن قلوب المسلمين رقصت فرحا يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم. البيت الثاني، دينك السمح على الحب أتى. السمح أي فيه يسر وتساهل. نحن نعلم أن الإسلام هو دين اليسر ودين المسامحة والتساهل. أتى أي جاء. يمسح الألام عن قلب حزين، يمسح أي يزيل الألام الأوجاع. نعلم أن الدين هو دين محبة، وأتى لكي يخفف عن الناس آلامهم وأوجاعهم من خلال مثلا آياته، من خلال تعبد إلى الله تعالى. تقول الشاعر هنا في البيت، تصف الدين الإسلامي أنه دين محبة ومريح للقلب الحزين. نعلم أن ذكرت آيات كثيرة مثل إن بعد العسر يسرا، إن بعد العسر يسرا. هنا الله عز وجل يطمئن أنه مهما اشتدت بنا الحال يجب أن يكون هناك فرج. البيت الثالث، أنصف المسكين من أهل الغنى وتولى بالثواب الصابرين. أنصف المسكين أي استوفى له حقه. ماذا يعني استوفى له حقه؟ أي أعطى كل شخص حقه. المسكين وهو الفقير ليس لديه ما يكفي. أهل الغنى هم أصحاب الأموال. تولى بالثواب أي وعدهم بالأجر من الله. شرح البيت، هنا تصف الشاعرة عدل الإسلام، إذ أنه يعطي الفقراء من أموال الأغنياء. كيف بعطيهم؟ عن طريق الزكاة والصدقة، ومن يصبر له الأجر والثواب عند الله تعالى. البيت الرابع، باليتامى أمر الرفق بهم وحرام مالهم للطامعين. اليتامى هو من فقد أباه قبل البلوغ. الرفق أي الرحمة والعطف. حرام محرم للطامعين هم الطماعين، الذي يريد أخذ مال غير. شرح البيت، أوصى الإسلام بالاهتمام باليتامى وعدم أخذ أموالهم بغير حق. نعرف يا رابع أنه في ناس بس تشوف في شخص يتيم وصغير بالعمر وعنده أموال، شو بتعمل؟ بتصير تستغله، بتصير تحكي له خلص أنا بدي أعتني فيك، وبتروح بتسرخ مصاري. وحرام الطفل اليتيم ببطل في حد يصرف عليه أو يعتني فيه. البيت الخامس، ورث البنت وأعطى حقها مثل ما أعطى حقوقا للبنين. ورث أي انتقل إليها المال بعد وفاة من يربيها. يعني مثلا ممكن أبوها يكون يربي الأب بس يموت. في زمان أيام الكفار ما كانوا يعطوا البنت حقوق، كان بس الولد البني اللي هم الذكور بس فقط هم اللي ياخذوا الورثة، أما البنت حرام تحرم. لكن الإسلام جاء وعدل بين الفتاة وبين الذكر.
في هذا البيت تفتخر الشاعرة فعلا انه هو فخر للأم كاملة وللإسلام بأنه أنصف البنت وأعطاها حقها. البيت التالي: يا رسول الله يا نور الهدى. نور الهدى أي المرشد إلى الصواب، نور الهدى المرشد إلى الصواب الذي يدلنا إلى الطريق الصحيح. يعني يا ملاذ الأنقياء المخلصين. الملجأ، ملاذ ملجأ، اللي هو شو يعني ملجأ؟ الإشي اللي أنا بحس، المكان اللي أنا بحس فيه بالأمان. هلا مثلا أنت بتكوني راجعة من البيت، أو أنت مثلا بتكون راجعة من البيت وخايف، صاير معك إشي أخفت منه، عند مين بتروح؟ عند ماما. حضن ماما، فيه ماما إنه ملجأ أمان إلك. الأنقياء اللي هم الطاهرين المخلصين الصادقين. إذا شرح البيت، تقول الشاعرة أن الرسول جاء مرشدا إلى الصواب وكان ملجأ للأشخاص الطاهرين والصادقين. يا شفيعا يأذن الله له يوم لا ينفع مال أو بنون. هلأ شفيعا مقبول الدعاء أو الذي يطلب العفو والمغفرة، يأذن يسمح. هنا تبين الشاعر مكانة الرسول بأنه شفيع لنا يوم القيامة حيث لا ينفع المال والأبناء. يا رابع، نعرف أنه يوم القيامة بصير كل شخص يكون خايف على حاله، بكون خايف يدخل جهنم، فبصير يحكي لكل شخص لربنا انه لا يا ربنا بدي تنقذني انقذني، وبنسى انه له اهل، بنسى انه له اموال، بنسى انه مثلا له ام، له اب، له صديق. الا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيكون بيحكي لربنا امتي امتي، من امتي امتي له احنا. بيكون الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب لنا الشفاعه من الله عز وجل. البيت الاخير: مولد الهادي له في خاطري أروع الذكرى وفي الذكرى حنين. خاطري أي ذاكرتي، أروع أجمل، الذكرى الذكريات. إذا تختم الشاعرة قصيدة بقولها أن يوم ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم يحمل الكثير من الفرح والذكريات الجميلة التي لا تنسى. لماذا ذكرى مولد النبوي ذكرى جميلة؟ لأنه عندما جاء إلينا بالهداية أنصفنا الإسلام ونشر بيننا المحبة والسلام. دمتم بخير، يعطيكم العافية.